السلام عليكم اعزائي، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. نلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. بغيت نشارك معكم هذه الرشمه اللي درتها لواحد الجلابه، واحد الرشمه كبيره كتجي في الجهه ديال الصدر، والرشمه الصغيره كتجي في اليد. كنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير. دائما كنبدا لكم بالعقيق اللي كنستعمله، ولكن هذا النهار ما غاديش نوريكم العقيق اللي غنستعمل، بالعكس يمكن اي حاجه كنا كنلبسوها نعاودو نستعملوها مرة أخرى. بالنسبة لهذه السيدة فكانت عندها جلابة يعني لبستها بزاف، التوب تحبب وكذلك اللون ديالها كشف، فقررت أنها تحيد داك العقيق اللي فيها وديرو في واحد الرشمة لبنتها الصغيرة. كما كتشاهدو بالنسبة للبنت عندها جلابة في اللون الأحمر، وغادي ندخلو فيها كذلك اللون الأخضر واللون الاصفر لانهم كيجيو مواتين مع اللون الاحمر. الان غادي نقوم بتقطيع هذا العقيق هذا كله. كما كتشاهدوا فهذه راها مرمه، كل لنا اننا اي حاجه كانت عندنا قديمه ما صالحاش اننا نعطيوها ولا نتصدقوا بها فنعاودوا نخدموا بها شي حاجه اخرى. الان غادي نقطع هذا العقيق كله، غادي ننقيه من الخيط ونعاود استعماله. من بعد ما ساليت كما كتشاهدوا، اول حاجه عندي هنايا الرسمه اللي رسمتها في الورق، ورسمتها كذلك على الجيلاتين، واحد الرسمه كبيره والثانيه صغيره. دائما كنقول لكم الجيلاتين كنستعملوه بالجهه اللي ما كنلصقوش عليها تما اللي كنرسمو. انا رسمتهم بجوج، الكبيره والصغيره. بالنسبه للعقيق اللي حيدته من الجلابه فخديته وضعته في واحد الخيط باش يعاونني في الخدمه. كنحتاج ايضا هاد جوج عقيقات اللي خدمهم في اللون الاخضر. غادي نستعمل كذلك الملمع. بالنسبه للملمع كيبقى اختياري، انا فقط كنبغي نسد به الفراغات اللي كيبقاو. اول حاجه غادي ناخذ هاد الرسمه اللي رسمتها على الجيلاتين وغادي نقطعها ونرجع معكم. من بعد ما قطعت الرسمات في جوج، الان كنحيد داك البلاستيك من فوق باش نلصق العقيق. غادي نبدا بالزهره اللي في الوسط، كنلصق ديك العقيقه في الاول. من بعد غادي نبقى ندور عليها بداك بالزمرد كما كتشاهدوا، وكنفضل يعني عوض ما استعملت انا الخيط هنايا كان عليا نستعمل السبيب افضل، لانه اضطريت انني نثبت زمرد بالخيط كما كتشاهدوا. درت ابره وخيط دخلتهم في الجيلاتين وبقيت كنثبت بهذه الطريقه هذه. للاسف عذبني شويه الخيط لانه كان تقليا مع الجيلاتين، ولكن الحمد لله كملت الرسمه مزيان. مره اخرى يعني من الافضل ان الانسان يستعمل السبيب ويخليه شويه طويل افضل من الخيط. انا غادي نكمل الرسمه حتى نساليها، ومن بعد نرش عليها الملمع بنفس الطريقه. غادي نكمل الرسمه الثانيه. نتمنى لكم مشاهده ممتعه، نتلاقاو في اخر الفيديو.
هذا هو الشكل النهائي ديال الرسمات، كنتمنى انه ينال اعجابكم. وبطبيعه الحال كيف ما سبق لي قلت لكم من قبل، اي حاجه نقدر نعاودوا استعمالها خصوصا بالنسبه للحجيرات والعقيق، يعني يمكن لنا نستعملهم الا كان قفط مقدام او جلد بالقدام، يمكن نستعملهم ندير بهم رسمات جداد. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.